بهذه الجاهزية تظهر الوحدات العسكرية التابعة لمحور الغيظة في عرضها العسكري المتزامن مع ذكرى ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وسط حضور كبير من قيادات الجيش والسلطة المحلية بالمحافظة. نحتفل اليوم بمناسبة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وبوحدات رمزية من محور الغيظة من الدبابات وأسلحة المشاة، وحدات المهام الخاصة وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن العام. هذه المناسبتين الغالية على أبناء القوات المسلحة والأمن ستظل ذكرى خالدة يعني في قلوب اليمنيين أجمع، سواء كانوا في القوات المسلحة أو الأمن أو المواطنين. هذه ذكرى خالدة لن تنساها الأجيال القادمة. عرض يعكس مدى القدرات القتالية التي يتحلى بها منتسبو هذا المحور العسكري في أقصى شرقي البلاد، والتي تأتي كثمرة لجهود قيادة وزارة الدفاع التي كثفت جهودها لتعزيز حضور هذه القوات والرفع من كفاءتها. نحن في لواء الشرطة العسكرية في المهرة احتفلنا كغيرنا مع بقية قوات المسلحة والأمن الألوية أو في محور الغيظة كامل ووحدات الداخلية في الأمن والمنشآت والطرق وغيرها. في هذه المناسبة العظيمة يحتفل الجميع سواء كان مدني أو عسكري أو سياسي أو متحزب أو غير متحزب، الجميع يحتفل في هذا ما عدا العصابة المارقة التي تريد أن تمحو هذه الذكريات العظيمة. في سبتمبر مغروسة في عقول الجميع أو في قلوب مزروعة في قلوب الجميع، لن تستطيعوا أن تمحوا هذه الذكرى مهما عملتم، مهما أدخلتم جنبها من مناسبات شاذة. مناسبة وطنية لم تقتصر على استعراض مهارات الجنود وهم يقومون بمهام التدريبات القتالية فحسب، بل كان للمعدات العسكرية الخفيفة والثقيلة مشاركة في هذا العرض الذي يعتبر الأكبر على مستوى المحافظة منذ عدة سنوات. رسالة عسكرية من المحور الشرقي ووحداته التي تقف شامخة تحت مظلة العلم الجمهوري الجامع لكل أبناء الوطن من جنوبه إلى شماله، مهما حاولت بعض القوى تصدير مشاريع التشظي إلا أن القوات المسلحة ستظل حارسة للمكتسبات التي قدم من أجلها الشعب تضحيات جسيمة. بالتزامن مع ذكرى احتفالات شعبنا بالمناسبات الوطنية، تحضر الوحدات العسكرية بمحور الغيظة بعروض متنوعة لإبراز جاهزيتها في حماية المكتسبات والثوابت الوطنية وتوسيع دورها في مكافحة التهريب والحفاظ على أمن هذه المحافظة التي مثلت نموذجا للتعايش لكل أبناء الوطن. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.